السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا في احوال جيده. الفيديو ديالو ان شاء الله غادي نحاول نهضر لكم فيه على بعض التدابير اللي خاصنا ناخذوها بعين الاعتبار ملي كنكونوا كنتسوقوا، يعني اثناء عمليه ديال التسوق. كيف ما شفتوا الا كنتوا سبق لكم وشفتوا الفيديو السابق، فكنت هضرت فيه على التدابير اللي خاصنا ناخذوها بعين الاعتبار قبل ما نمشيو نتسوقوا. وهاد الفيديو هذا كمكمل الفيديو الاول، بمعنى غادي نهضر عليكم فيه على الحويجات اللي خصنا ناخذوها بعين الاعتبار منين كنكونوا في السوق كنتقداو. اذا نبداو على بركه الله. التدابير اللي خصنا نلتزموا بها اثناء التسوق هي شي سبعه ديال النقاط اللي خصنا ناخذوها بعين الاعتبار. اول نقطه خصنا نلتزموا باللائحه اللي درناها، اللائحه ديال المشتريات اللي درناها من قبل. الى شفتوا الفيديو السابق غادي تشوفوا كيفاش كنقوموا باعداد هذيك اللائحه ديال المشتريات. اذا اول نقطه هي اننا نلتزموا باللائحه ديال المشتريات اللي درناها من قبل. ثاني نقطه هو اننا نكونوا ديجا جايبين معنا الاكياس، الاكياس فين غادي نوضعوا المنتوجات اللي غادي نشريوها والسلع اللي غادي نقوم بشراء ديالها من الاسواق، سواء مشينا الاسواق العاديه ولا الاسواق الممتازه ولا الحوانت بشكل عادي. غادي تقولوا لي الاكياس ممكن مول البائع يعطينا الاكياس، غادي نقول لكم من الافضل نجيبوا الاكياس ديالنا، لان غير كتبقى مجموعه عندنا في الدار في الرفوف ديال البلاكارات غير كتعمر لنا المكان. اللهم نجيبوها نستافدوا منها. وعاوتاني كاين بعض الباعه اللي تبيعوها مثلا في الاسواق الممتازه، راه واخا تشري شحال ما شريتي ديال السلعه وديال المنتوجات، ملي كتمشي لاكيس كيقول لك الساشي راه بالفلوس، يعني غادي تخلص عليه فلوس، وانت ديجا عندك في الدار هذوك الاكياس، فاش علاش ما تجيبهمش معاك؟ ودائما يكونوا عندنا بعض الاكياس، مثلا الا كانت عندنا السياره نحطوا في الكوفر بعض الاكياس في حالات الا مثلا جاتنا شي تقضيه على غفله يكون ديجا عندنا داك الاكياس. اذا الاكياس هي جد مهمه باش حتى نتخلصوا من داك التراكم ديال الاكياس في المنزل اللي كيكون عندنا بشكل كثير، وما نخلصوش نشريو اكياس جديده وهي ديجا حنا عندنا اكياس في المنزل. النقطه الثالثه هو خصنا نكونوا ديجا واضعين واحد المبلغ تقريبي اللي غادي يكفينا لشراء داك المنتجات اللي حنا بغينا نشريوها. الا شفتوا كما قلت لكم فيديو السابق غادي تلقاوني هضرت لكم على الفاتوره خصنا نحتفظوا بها، حيت الفاتوره ديال المشتريات اللي كنكونوا شريناها من قبل كنحتفظوا بها باش تساعدنا على اننا نجزو لائحه مشتريات اخرى جديده ديال الشهر الجاي او الاسبوع الجاي، وغادي تساعدنا حتى في داك ان يكون دائما عندنا فكره حول المبلغ ديال المصاريف اللي حنا كنصرفوه في داك الاسبوع الا كنا كنتقداو اسبوعيا او في داك الشهر. اذا هاد النقطه الثالثه هي ان تكون عندي حاطه مبلغ تقريبي، نخرج معايا المبلغ التقريبي اللي غادي يكفيني لهذيك المنتوجات بلا زياده بلا نقصان، باش ما نخليش راسي ما نلتزمش بداك اللائحه، يعني نشري غير داكشي اللي عندي في اللائحه واللي خاصني. حيت الا عندي فلوس مخرجه معايا فلوس بشكل كثير فغادي نضطر انني الا شفت شي حاجات اخرين غادي نشريهم، فاللهم نخرج معايا غير المبلغ اللي غادي يكفيني، يكون تقريبا نسبيا، ما كيكونش 100% راك عارف راسك بالضبط شنو شحال المبلغ، ولكن على الاقل كيكون تقريبي. حيت هذا المبلغ التقريبي تيعاوننا كيف ما قلت لكم باش ما نزيدوش نشريو شي منتوجات اخرين حنا في غنى عنها، ثم باش ما نتصدموش ملي نكونوا كنخلصوا. يعني خصنا الا كنا كنتقداو مثلا من اسواق ممتازه وحنا كنشريو السلعه ديالنا، راه كل منتوج كتاخذوا راه فيه الثمن مكتوب، يعني فيه الثمن مكتوب اولا كيكون الثمن مكتوب على داك الرفوف. اذا رانا كناخذ السلعه ديالي وكنحطها في السله وكنكون دماغي تيحسب تقريبا شحال النسبه ديال المصاريف اللي انا غادي نوضعها في هاد المشتريات اللي انا كنشري، ماشي غنبقى نهز ونحط في السله حتى نمشي لاكيس عاد نتصدم. اولا ملي كنكونوا في الاسواق العاديه راه حنا كنكونوا تنسولوا على الاثمنه، تنسولوا على الاثمنه وكنتناقشوا فيها، هي الا كان ممكن ينقص لك فيها راه كينقص لك فيها، الا ما كانش غادي ينقص لك فيها استاجير كانوا اثمنه فيكس دي بري فيكس صافي، كتكون انت كتحسب في دماغك شحال تقريبا واش داكشي اللي كتشريه غادي يناسب داك المبلغ اللي انت جايبه معاك. النقطه الرابعه هي خصنا نتاكدوا من الصحه ديال العروض اللي كتكون في الاسواق الممتازه، داك التخفيضات اللي كتكون تاكدوا، بمعنى اننا خصنا نشوفوا داك لو رابور كاليتي بري، نقارنوا الاثمنه ما بين المنتوجات، نشوفوا التاريخ ديال الانتهائيه ديال الصلاحيه ديال هذيك المنتوجات اللي هي مخفضه مع التاريخ انتهاء الصلاحيه ديال المنتوجات اللي هي ما معروضاش للتخفيض، لان في غالبيه الاحوال كيكون داك المنتوجات اللي معرضه للتخفيض معروضه للتخفيض كتكون
كتكون قرب ينتهي المده الصلاحيه ديالها، نشوفوا الكميه ديالها الوزن ديالها. دونك ندير واحد العمليه تاع المقارنه ديال داك المنتوج اللي هو دايرينو للتخفيض نقارنوه مع شي منتوج اخر اللي هو غير مخفض، عاد نفكروا نشريو وما نفكروا نشريو حتى نشوفوا واش حنا محتاجين فعلا داك المنتوج، واش عندنا مساحه كافيه للتخزين ديالو في المنزل، واش عندنا واش هو كان اصلا فعلا ضمن المنتجات اللي حنا بغينا نشريوها. يعني ماشي غير نشوفوا العروض ونتهافتوا ونقوموا باننا نشريو، لان خصكم تعرفوا ان في داك العروض ديال التخفيضات اللي كدار في الاسواق الممتازه راه اون فوا تنشوفوها كتسيطر علينا واحد الحاله، واحد الرغبه ديال الشراء، وبالتالي كنستجبوا بسرعه بلا ما نفكروا، كنقولوا صافي همزه دونك نمشيو نشريو. خصكم تعرفوا ان راه علميا الدماغ ديالنا كيتوقف ملي كنشوفوا بحال هاد العروض، ولا لان الجسم ديالنا تيبدا يفرز واحد الهرمون ديال الادرينالين. هذاك الهرمون نورمالمون عاده كيتفرز ملي كنكونوا في الحاله تاع خوف او ستريس، ولكن حتى في التسوق راه كينتابنا نوع من ستريس، وبالتالي كيتفرز لنا هذا الهرمون. وزيد عليه كاينه واحد المبلغ عصبي ديال الدوبامين، حتى هو اثبت علميا ان اون فوا كتكون كتسوق في الاسواق الممتازه ولا كتقوم بعمليه ديال الشراء بصفه عامه، كيتفرز عندك هذا المبلغ العصبي وكيحسك كيعطيك واحد الشعور بالمتعه وانت كتسوق. بالتالي خصنا نردوا البال من هاد المسائل هذه، ماشي غير نشوف تخفيضات ولا نشوف ناس مجموعه على شي منتوج كيقوموا بالشراء ديالو وصافي حتى انا نقلدهم، لا. يعني خص في هذيك الحاله العقل يشتغل. النقطه الخامسه هو خصنا نتعقدوا من داك نتخلصوا من داك العقده ديال العلامه التجاريه. معروف ان العلامه التجاريه هي علامه ديال ضمان الجوده في اي منتوج، هي اللي كتخلينا نحسوا او نقولوا ان هذا المنتوج راه عنده جوده عاليه مقارنه مع منتوجات اخرى اللي العلامه التجاريه ديالهم كتكون علامه ما معروفاش او لا. اذا هذه العلامه التجاريه هذه مزيانه تكون في المنتوج، ولكن ما تكونش كعقده بالنسبه لنا. يعني المنتوج لما كانش فيه علامه تجاريه ما غاديش نشريه، لا. كاين منتوجات ما فيهاش علامه تجاريه ولكن منتوجات عندها جوده عاليه وارخص في الثمن مقارنه مع داك اللي هي مشهوره ومعروفه والعلامه التجاريه ديالها معروفه. اذا ما نتقيدوش بهذه العلامه التجاريه، نختاروا الجوده، والا كان الثمن رخيص علاش لا. اذا غادي نمشيو للنقطه دابا السادسه، نردوا البال للاشهار. الاشهار راه محيط بنا فين ما مشينا، كاينه شي حاجه سميتها الاشهار، هي في الاسواق الممتازه، هي في الاسواق العاديه، هي في الحوانت العاديين، كاينه الاشهار. الاشهار كيكون راه غير عن طريق داك التنظيم ديال داك المنتوجات اللي كيقوموا بالتنظيم ديالها. مثلا في الاسواق الممتازه كيكون التنظيم في داك الرفوف، في داك لي غيون، هذا غيون ديال المواد ديال التجميل التنظيف، هذا غيون فيه المشروبات، هذا غيون فيه المواد الغذائيه، هذا فيه الالبسه. دونك داك التنظيم ديال داك المنتوجات بهذيك الطريقه راه في حد ذاته اشهار، كيكون اشهار غير مباشر لان كيثير الانتباه ديال الناس اللي كيكونوا كيتقداو. فداك التنظيم حتى هو راه نوع من الاشهار، نردوا ليه البال. يعني الا ديت معايا اللائحه نلتزم باللائحه بالمنتجات اللي عندي فيها والمشتريات اللي بغيت نشريها، ماشي عيني تشتت وتفكيري تشتت مع منتوجات اخرى حيت ثارت انتباهي بالطريقه تاع التنظيم ديالها. داك راه نوع من الاشهار، حيت كيبغيو يدفعونا نشريو وكيغريونا اننا نشريو، وكتولي كتشري بكثره وبلا ما تفكر، وبالتالي كتخرج على اللائحه اللي هي ديجا نتا مصايبها من قبل. اذا داك اللائحه ملي كنديروها راه كتحمينا من هذا الاشهار، هذا نلتزموا بها. ثم انتبهوا لذاك الاثمنه اللي كتكون موضوعه في داك الرفوف بجانب داك المنتوجات في الاسواق الممتازه، ولا حتى عند الحوانت كنلقاو الاثمنه. دابا ولا كلشي كيكتب الاثمنه، مثلا في الاسواق الممتازه كتلقى الثمن وكيكتب لك فاصله وكيدير لك الثمن اللي خصو بغاك انت تشوفه باش يجرك انك تشريه ويجذبك. كيدير لك مثلا شي منتوج كيدير 2.99 درهم، واكتب عليه 3 درهم وصافي. لا، وما تيكتبوا لك يعني قصدا 2.99. انت شنو كيشوف؟ كتشوف غير داك جوج كبيره حيت كيكتبوها بخط عريض وواضح وكبير، كتبان لك جوج. داك 2.99 كيكتبوها بخط صغير وما تيبانش. دونك انت اول عينك ما كتشوف، كتشوف 2 درهم، كتقول هذا المنتوج كيدير غير 2 درهم، دونك خصني ناخذ منه كميه كثيره، وما كتنتبهش لداك 0.99 ولا 0.95.
راها 3 دراهم، راه ما بقاش ب2 دراهم. دونك هادو حويجات خصنا نردو ليها حتى هي البال، ماشي نمشيو غير مع داكشي اللي مكتوب بخط عريض. وعاد كاين الاشهار الخادع والكاذب اللي تيكون فيه، مثلا كتلقى كيقول لك همزه تلفزيون كيدير ب4000 درهم، ولا ماشينه لافي الثمن ديالها هكا كيحطوا واحد الثمن كبير بخط عريض كبير. ملي كتجي تفاهم معاه على الثمن الحقيقي اللي غتاخذ به المنتوج، تيقول لك الثمن ديالو 4000 درهم، ولكن راه ما انتبهتيش راه كاينه مكتوبه بخط صغير في داك اللافته مع احتساب الرسوم كيولي الثمن حاجه اخرى، كيولي 4800 درهم. دونك انت كاع ما شفتي 800 درهم، شفتي غير داك 4000 درهم اللي كبيره ومع احتساب الرسوم راه ما بانتلكش 800 درهم. دونك حتى تسيني لو كونطرا عاد كيبدا يبين لك شي حويجات اللي ما كانتش مذكوره من قبل او ما بانتلكش. اذا الاشهار راه كيكون دائما فين ما مشينا، فين ما مشينا نشريو شي منتوج راه كاينه اشهار بطريقه غير مباشره. اذا نردوا ليه البال. النقطه الاخيره هي اننا اللي هي النقطه السابعه، هي ان خصنا ننتبهوا للتموضع ديال المنتوجات. فغالبيه المنتوجات اللي كتحط في الواجهه ديال الرفوف سواء عند الحوانتيه ولا في الاسواق الممتازه ولا في السوق بصفه عامه، الاسواق العاديه كتلقاو دائما المنتوجات اللي كدار في الواجهه، مثلا في الاسواق العاديه المنتوجات اللي كدار في الواجهه تيدير لك زعما في الخضره والفواكه، داكشي اللي نقي واللي طري وطازج هو اللي على الوجه، باش انت كتصافي كيبان لك كتقول صافي دير لي 2 كيلو دير لي 4 كيلو، غتلقى نص كيلو هو اللي الواجهه او رابعه هي اللي مزيانه، وغتلقى البقيه كلها منتوج اللي غير صالح. بالنسبه للاسواق الممتازه والحوانتيه عاوت كيستفوا او كينظموا المنتوجات ديالهم ولا السلع ديالهم بان داكشي اللي تيحطوه في الواجهه تيكون هو اللي كيبغيو يبيعوه، استاجير كيكون مثلا يقدر يكون التاريخ ديال انتهاء الصلاحيه ديالو قرب ينتهي، فكيحطوه هو الاول باش اون فوا انت كتجي كتبغي تشري كتهز من داكشي اللي محطوط قدامك، ما تمشيش تبقى تخشي يدك تبقى تقلب على منتوج موجود في الرفوف الخلفيه. دونك كتاخذ غير اللي في الواجهه، اللي في الواجهه ما كتنتبهش صافي كتاخذو. راه الا قرنتي غتلقى ان مده الصلاحيه او تاريخ انتهاء الصلاحيه ديال داك اللي كاينين في الواجهه غتلقاه قرب يسالي، ولا قلبتي على اللي في الرفوف الخلفيه او اللي غتلقى ان التاريخ ديالو مازال شي شويه. نتمنى حاولت شي شويه نزرب في الفيديو، ونتمنى ان هاد الاجراءات تكون يعني الى حد ما مضبوطه، ولا خديتوها بعين الاعتبار سواء هاد الاجراءات او الاجراءات اللي كنت قلتها في الفيديو السابق، الى خديتوها بعين الاعتبار راه ان شاء الله غادي يكون التسوق ديالكم بدون اسراف وبدون عياء، وبالتالي غادي نحافظوا على جيوبنا، يعني نوفروا المال ثم نوفروا الجهد ونوفروا الوقت. نتمنى الفيديو يكون كان مفيد بالنسبة لكم، كنتظر التعليقات ديالكم واشتراكاتكم على القناة، القناة دائما هي مفكر للتدبير الأسري، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله.